حتى والله شوفوا حتى من نكد الطالع ان حتى لما بنختار للبنت اسم ما بنختاروش اسم اسلامي. يعني الواحد يسمي فاتن ويستخر يسمي فاطمة. طب ايه الفرق بين فاطمة وفاتن؟ ما هي فيه الف والته تنقلب طا ويزودها ميم وما انتش خسران حاجة. ميم وته مرفوع. فاتن دي فتنة. معنى فاتن يعني فتنة. احنا مش ناخدين فتنة. خلاها فاطمة تبقى بنت النبي. يبقى على الاقل في بيتك ريحة من رسول الله. الاسم نفسه حتى ما احناش موفقين فيه. وطلعنا فيها كلنا، لا الغني ولا الفقير، حتى الفقير نفسه بيقلد دلوقتي. يبقى امرأة مخلف تسميته يقول لك رشا. طب رشا يعني ايه؟ اعرض لي رشا يا سيدي، تطلعي رشا. اسمع نفسك. يقول لك مدينة قال مدينة التلفزيون، ما رشا. طيب يا مسلم يا موحد بالله، ده من شوفوا ده من حق الولد على والديه اختياره لاسم الحسن. من حق الولد على الوالدين انه يختار له الاسم الحسن. وبعدين احنا ما خلصناش، ده ربنا له 99 اسم. يعني لما نخلف 99 ولد هتلاقي لهم اسماء. عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس، اسماء ليها الحسن. وبعدين النبي اسمه محمد، سمي محمد، سمي احمد، سمي محمود. حتى الاسلام حتى لو سمينا اسم اسلامي ما نرضاش ننادي العيال بيه. محمد اذا واحد من الناس اللي ساكنين في مصر كده سمى محمد ينكسف يقول له يا محمد، يقول له يا ميمي. واذا كان ساكن في الشرابيه والزاويه الحمراء يقول له محمد حمام. بقى النبي كان اسمه حمام، النبي كان اسمه ميمي. والله ربنا ما قال للنبي يا ميمي ابدا ابدا. حتى الاسماء. ولذلك ده الاسم الحسن الكويس ينفع في المنام. يعني اللي يشوف في المنام واحد اسمه حسن يبقى عيشته هتبقى حسنه. شاف واحد اسمه عبد اللطيف يبقى ربنا هيلطف فيه. شاف واحده اسمها عائشه ربنا هيبارك له في عيشته. يعني النبي كان يفسر الحلم بالاسم الكويس. واخد بال حضرتك؟ انما بقى نيجي احنا نسمي ايه؟ الواد يبقى مولود سميته ايه؟ يقول لك خيشه. خيشه؟ خيشه يا ابوي؟ خيشه اسمها الشيخ. ايه خيشه؟ سميته خيشه ليه؟ يقول لك عشان اخفي عنه العيب. والله ابدا. ده يعقوب لما قال لعياله لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، قال لهم وما اغني عنكم من الله من شيء. الحكم الا لله. الحكم الا لمين؟ لله. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. فعايزين بقى يعني نتعلم بقى، يعني نعمر بيوتنا بقى باسماء الاسلام، نعمر البيوت باسماء الاسلام. انما خيشها ايه؟ ده هيكبر يمسح بابوه البلاط. التاني سميته يقول لك فلفل. فلفل اكلت عشان يعيش يعني. فلفل. ويجي قال خارم له ودنه وحاطط له فيها حلقه ومش عارف حاطط له كم خرزه على دماغه، ويبقى الواد ماشي شخصخ في عربيته الربابيكيه. ليه؟ طب يا اخي اول ما يتولد النبي بيقول لك حاجه واحده بس، لا تكلف نفسك لا دبله ولا حلقه ذهب ولا حدوه حصان ولا رجل حمار. لا، النبي قال لك اعمل حاجه واحده، اول الواد ما يتولد ادن في ودن اليمين وقيم الصلاه في ودن الشمال. وسيبه على كده بقى. سيبه على كده، إذا الشيطان جه يمته يبقى لك الكلام. أنا بقول لك بصراحة والله، اقدم في ودنه اليمين وقيم الصلاة في ودنه الشمال. بس مش تقدم بقى بالصوت الرياني، لا. كده بالراحة، الله أكبر الله أكبر، راحة كده أهو. عشان أول صوت يوصل إلى قلبه يكون صوت التوحيد. دي سنة النبي. وتسميه بأحسن الأسماء.
وسيبك من رش الملح اللي احنا ماشيين فيه، هو لو عادي برضه الملح مش هيحدقه. وبعدين سيبك منك تحطه في الغربال وتدوخه في الغربال، بتدوخه ليه؟ ما تسيبه للدنيا حتى واخد 7 دخان، انت مستعجل عليك ايه يعني؟ هو مين اللي ما دخش في الدنيا؟ ها؟ بتدوخه ليه؟ ما تستعجلش عليه. كل دي بدع احنا ماشيين بيها ومعتقدين. الواد يتولي على طول نجيب الميه من فوق نملى الهون، كده شغل ده برضو الميه تندق في الهون. انا الخيار اللي يعمل كده يبقى يعني عقله لخبطيشن، يعني ما بيجمعش، ما عندوش كنترول، بيجمع غلط. الميه تندق في الهون يا علاء. انا مش عارف مستشفى العباسيه سيبها الناس دي ليه؟ الميه تندق في الهون؟ لا اله الا الله. طب بتقول ما في الهول ليه؟ يقول له اسمع كلام ابوك ويدق، اسمع كلام امك. والله يا سيدي يا ما لازم تقيلها في الهول واخلاهم زي الزفت. ولا سمعوا كلام ابوهم ولا كلام امهم. تبقى دي بدع كلها دي تبطلها. واحد لا اله الا الله. يبقى النبي كان بيتفاءل بالاسم الحسن. ولذلك لما جاله سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال له اسمك ايه اللي حفاوضني؟ يا مشرك يا اللي حفاوضني؟ قال له اسمي سهيل. النبي قال الامر مسهل ان شاء الله. خد التسهيل من الاسم. انما نجحنا ان نخلف ولد اتمنوا عياله واتمنوا ولد هسميه كعبله. كعبله ايه؟ هي ناقصه كعبله. والتاني يقول لك ايه؟ هيسميه ايه؟ مش عارف حمله. ده حتى اسمي قليمة الراجل. يا اخي اختار اسم من اسامي بتاعت النبي. ده مرة سيدنا النبي قابل واحد بيقول له اسمك ايه؟ قال له اسمي غاوي ابن ظالم. هو اسمه غاوي وابوه اسمه ظالم، غاوي يعني ضلالي. وابوه اسمه ظالم، انت عارف النبي سماه على طول؟ قال له بل انت راشد ابن مقصد. شطب على اسمه على طول واداله اسم كبير على طول. فادي كانت احوال النبي.